كبيرة بك أنت بي أنا بكل الناس، لأنه ما فماش فينا شكون ما يبحثش عن علاقات وطيدة، عن روابط متينة تجمع صحيح مع أفراد المجتمع، ولكن تجمع مع أقرب الناس ليه. اليوم تجمع تكونوا حاضرين معنا كالعادة بتواصلكم في مختلف قنوات الاتصال، إلا الإمكانيات اللي تتاح ربما لكم جميعا، ولكن ساعات البعض يقول لك راه ما نجمش نلقى الفرصة باش نكون موجودة معاكم. احنا من توا نقول لكم بإمكانكم تكونوا موجودين معنا، إما عن طريق البريد الإلكتروني وإلا عن طريق التواصل الخاص بي الفيسبوك لصفحة زدني علما. بإمكانكم أيضا تكونوا حاضرين معنا بالتليفون 74 621 607، أهو القنوات الكل اليوم مفتوحة لكم أنتم باش تكون أصواتكم موجودة، وأيضا أصواتكم تكون معبرة عما يختلج في النفوس في الوجدان وما يدور في الأذهان فيما يتصل بعلاقات ترتبط أساسا ما بين أقرب الناس ليك. أقرب ما يمكن أنه يكون معاك في الدار هو أخوك اللي تربيت معاه، واللي كليت الماء والملح معاه، اللي فرحتوا مع بعضكم، واللي ساعات الأتراح أيضا تجمعكم، ومع ذلك كل هالأشياء هذه ساعات فيها أقوى، فيها روابط أقوى، اللي هي رابطة الدم ورابطة العلاقات اللي تجمعك ما بين أخوك وأختك كبيرة برشا. ومع ذلك ساعات مشاهدينا للأسف تتوتر العلاقات ما بين الأخوة، وهذا هو موضوعنا اليوم معاكم. فلما تتوتر هذه العلاقات ما بين الأخوة؟ تصل هذه العلاقات أحيانا إلى حد التباغض التحاسد؟ علاش توصل لهذه الروابط اللي مفترض أنها روابط متينة إلى هذه الحد، بل تصل الاختلافات إلى خلافات، والخلافات هذه تجم تتصاعد وتكون موجودة في صدى المحاكم. زعم القطيعة أحيانا تجم تكون هي الحل الأنسب ما بين الأخوة لفض بعض المشاكل والمسائل مهما عظم شأن هذه المسائل. مشاهدينا أنتم مش تكونوا حاضرين معنا بهذه الأسئلة وبأسئلة أخرى نحاول نبحث فيها مع بعضنا عن دور التنشئة الاجتماعية، عن دور المؤسسات في تقريب وفي توطيد هذه العلاقات، ما دور الإسلام في ترسيخ هذه القيم النبيلة ومعالجة الخلافات ما بين الأخوة. حضوركم يشرفنا، وحضور الأساتذة الأجلاء ينورنا في استديونا من زدني علما. الأستاذ أحمد بوشحيمة، أهلا وسهلا بك يا أحمد. أهلا وسهلا أخي نوري، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك ومرحبا بأخي عمر الملولي، ومرحبا بحضرات المشاهدين الكرام، وكالعادة على الوفاء وعلى العهد نلتقي لنتحدث حديث العلمي وحديث الصدق وحديث المحبة. نسأل الله في ذلك التوفيق والسداد، إنه سميع مجيب. طالما تتحدث عن حديث العلم وحديث العقل وحديث الشرع، فما حديث القلوب. سي أحمد تحية من مشاهدينا لكنتي وأيضا لسي عمر، لأنهم ديما يبثون في هذه الرسائل، فخلينا نكون أمين اليوم باش نوصل لك هذه التحية. بارك الله فيك وفيهم، ولك ولهم، وعليك وعليهم، وجزاكم الله خيرا جميعا. هذه استنيتها منك، أنت تحب هذه الصيغة، ولذلك قصدت أن شكرا بارك الله فيك أتحفك بها. ربي يتحفك سي أحمد. أيضا يشرفنا بالحضور الأستاذ عمر الملولي، مرحبا بك سي عمر. وبيك بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحيتي إليك أخي نوري، الأستاذ سي أحمد، إلى كافة مشاهدينا عبر هذه القناة الفضائية المباركة، ونرجو من المولى سبحانه وتعالى أن ييسر أسباب حفظ أسرنا العربية الإسلامية من أسباب التصدع والشقاق، وما أحوجنا إلى ذلك إن شاء الله. ما أحوجنا إلى ذلك هو إن شاء الله الناس الكل نقول، وإحنا المسلمين صلى ديما أخوة، ولكن علاش توصل هذه الروابط اللي المفروض راهي ما فيهاش ما يصدعها وما فيهاش ما يقلقها ولا ما يبعدها عن المتانة اللي هي المفروض أن تكون كذلك، علاش توصل إلى حد الاختلاف والخلاف والمشاكل تكبر ما بين الأخوة؟ الخلافات ما بين الأخوة تجمع تكونوا أنتم حاضرين معنا بالقنوات الكل، والتليفون موضوع على ذمتكم إلى الآن 74 621 607، باش تقولوا لنا اللي في قلوبكم، اللي أيضا في تجاربكم، اللي في محيطكم أحيانا يخلي الخو يحقد على أخوه. هذا زمان زعما يوصل في يوم من الأيام الإنسان يتفرج فينا تو يقول لك ما كنتش نتصور أني في يوم من الأيام نتخاصم أنا وخويا. كيما التجربة اللي عاشها أخونا اللي مش نسمعوها الآن ونشاهدوها في أعينة تخلينا على اتصال به مباشر، والاتصال هذا يخلينا نسمع تجربته ونسمع حكايته
وعن علاقاته باخواته وين وصلته. منصف يعيش خلافات مع أخوه وصلتهم للمحاكم، والسبب هو الورث. نخليه سي منصف يحكي لنا حكايته. كي تربينا في العائلة تربينا أسرة واحدة، ما ماشي يعني ما عندناش خلافات، كان الوالد هو كل شيء، يعني ما أي حاجة أنا متكلف بها الوالد، احنا كلي كما يد واحدة، ما كناش متفرقين. لكن المشكلة بيني وبين أخويا، يعني أخويا خرجت نجم نقول سافر قبل، ما يعني مات ما عاشش معانا كما اخوته الاخرين. هذه المشكله. وحاجه اخرى يعني من قبل ممكن ما ثم حوايج هو ممكن ما يحبنيش، على خاطر ممكن انا كقبل الاكثريه الولد يميزني شويه. هو كان متكلف بكل شيء، هو اللي يبني، هو يعمل كل شيء، ما حتى واحد ما يناقشه ولا يقول له هذيك حاجه نتاعي ولا هذيك يقول له نتاعي. كيف كبر يعني جاته الجلطه الاولى، حس اللي ما عادش عنده يعني معناتها ما عادش مش يعيش 20 سنه ولا 10 سنين كالعاده. حب يقسم لنا، كي حب يقسم لنا يعني لمدوا اخواتي كليك على اساس باش يقسموا، خويا كبير رفض، محب قال لك لا ناخذ كل من دون اخوتي، كي رفض ابويا قال له لا، قال له انت ما تحبش تاخذ كل، قال له ما نعطيكش، انا انسان حاج بيت ربي، وكل انسان بنى بفليساته، اي واحد اي انسان بنى بفليساته مش نعطيه نتاعه، ومش نقسم بالعدل. قسمنا الارض البر، الارض الفلاحيه، خاطر الوالد فلاح بهالقام، ما يعمل يعني عنده كل واحد قديش المترو تخلي في الارض نتاعي يكون وهز فيها سياش. صار فيها خلاف، مشيت للوالد كلمته قلت له راي الارض اللي عطيتها لي ملقاش ترى ناقص، هذا في حياته نده، قالوا كيفاش تدخل في ارض خوك وحكم عليه، قالوا باش ترجع له حق. كل مره يعملوا لي مشكل، مقاومة يعملوا لي، حلوا لي باب في وسط تحت الكازو تاع الدربش. كلمته ما حبش يستمثل، قال لي هذاك نتاعي. يقول لي كيفاش نتاعك، انا عندي كاغط واوراق وثائق ماهيش، قلت له ماهيش سهله هي. قال لي لا نتاعي، جيت نهز الحد نتاعي على باش يلعب عندي ولي نسيبه ويخرج للشارع. قلت على الاقل نعمل حد وتقعد لك ال 10 متر او كي يلعب فيها ونعمل له درجيحه ويقعد الوليد فيها. قال لي لا ما تهزليش حد، هذاك هو نتاعي انا. جيت نكلمه ما سلمتش منه. ومشكله فيش، هو كي يعمل لي مشكله هو يخبي راسه، واش يعمل لي؟ يبعث لي ولده يجيني ما يخلي ما يسمعني، وخويا يتفرج. المصيبه فيش، خويا يتفرج، ولد امي وابويا، فمشي واحد يعني من خوه ولد امه وابوه قاعد هو يتفرج مخبي راسه، ويبعث لولده يقول له برا سب عمك وسمعه ما يكره، ووصفه يعني بابشع الانعاد. انا الشيء هذا قاعد يصير، وحتى اخوتي يعني معناتها طول الساعه الحاضره الاكثريه تبعوه، حتى كان الواقع تبعوه. علاش؟ خاطر يصير مني شويه دقيق من قبل. عديت قضيت المحكمة على اساس باش نهز نبدي سياسي، على الاقل انا مش طالب منه شيء، انا مش طالب منه باش نفك له حاجته، انا طالب باش نهز الحد نتاعي ونسكر بيبي، مش طالب مانيش طالب انا مستحيل عندي قطع ارض مش نسكر عليها، ونخلي على الاقل صغار يلعبوا فيها، مش نفك له حاجته، وهو اصلا ما عندوش فيها حتى شيء. يعني متحجج يقول لك لا يحب ياخذها، يعني معناتها بدون وثائق وبدون حتى شيء، يعني بالقوة يحب ياخذها بالقوة، يعني على حساب بويا كان حتى من كان يلمد الفلوس من الناس كلها باش يبني، يعني حب يخلينا يد واحدة. لكن الله قلب مشى، هو كل شيء ضاع. هو قبل حتى كي كان الآخر يغلط ولا أي واحد يغلط يرجع، كان كبير يحكم، كان كي يقف على حاجة يقول لك الحاجة لازم تصير يعني تتنفذ على الناس كلها، مشى هو كل شيء ضاع. زيد ما انا ما عادش تو كان بويا موجود ممكن مشكلتي نحلها، الوالد توفى ما عادش نجم نعمل حتى شيء، ممكن اليوم واسع غدوه ضيق ما يعرفش، وهذا حق، انت مش تاخذ حق خوك بالباطل ما تصيرش. ويستحيل عمر الانسان راهو مش راهو ماهيش مش الدوم، ولو كان دامت راهي دامت البويا دامت جدي كان عندهم
هناش مدام حتى حد هزوا شي بويا ما هز حتى شي. شاهدنا معكم مشاهدين هذه العينة من مشاهد كريم، وفي بداية الروبورتاج كانت الألوان موجودة معاه، ولكن خونا وزميلنا اللي قصد أن تكون الألوان متغيرة في نهاية الروبورتاج. نتصور أيضا سلمون صفحياته تغيرت ألوانها بعد ما توترت علاقاته، بعد ما الروابط الأخوية تشرخت وتجرحت. أكيد أنه الألوان في حياته تبدلت، لأنه ما فماش ما أتعس من أنه الإنسان ولد أم أبوه يعاش هو إياه وتربى هو إياه وتقاسم هو إياه الماء والملح، ومع ذلك من بعد هذه الروابط تتغير وتولي للأسف عداوة. الخو سي أحمد يوسف اليوم اللي من يولي عدو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي خير خلق الله محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهدى. العلاقة الطبيعية بين الأخ وأخيه هي علاقة مودة ومحبة وصفاء، ونحن عندما يكون الصديقان متحابين ومتقاربين نقول عنهما معنى يجمعهما الإخاء، فالإخاء نطلقه على شخصين ليس من نفس الأب والأم، ولكن قديما قالوا معنى يقول لك هذا أخي الذي لم تلده أمي، وكناية عن متانة العلاقة بينهما. معنى ذلك أن الأخوة من المفروض أن تكون أمتن ما يمكن من العلاقات وأقوى ما يمكن من العلاقات بين الأشخاص. ولكن نحن في الدنيا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. نعم، نحن في وضعية امتحان، والإنسان منذ خلق الله البشر على البسيطة تعرض لهذا الامتحان، ومنذ الأجيال الأولى من أبناء آدم ظهر الصراع والعداء بين الإخوة. إيش معناتها كمان؟ متأصلة قابيل وهابيل. لحظة شوية بنت. ولحظة. وقصة قابيل وهابيل. طبعا خير بين ظفرين، يعني هي ليس بمعنى أنها شيء مستحسن، إنما أقول هي أدل مثالا. لأكون أكثر دقة. هي أدل مثال على ذلك. إيش معناها؟ معناها أن الإنسان ربي سبحانه وتعالى يمتحنه في هذه الحياة ويضعه أمام صعوبات، ومعناها كعلاقته بسائر الناس اللي تكون عرضة للتوتر نتيجة عوامل، منها الشيطان، منها هوى النفس، منها أمور أخرى سنتحدث عنها تباعا خلال البرنامج. لكن ناس تنجح في الامتحان وناس تفشل في الامتحان. قابيل فشل في الامتحان وقتل أخاه، وهذا معناها يعطينا صورة على أنه الأشياء هذه راهي ممكنة لكن ليست محبذة. أنت عطيتنا دليل سي أحمد، قلت لنا أدل مثال، أما راه أنا أدل مثال على التباغض والتحاسد والحقد ما بين الأخوة. لا أدل عفوا أستاذ النوري، هو أدل مثال على فشل بعض الناس وبعض المخلوقات في امتحان التكليف في الدنيا. في امتحان التكليف الله سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في الأرض وطلب منه أن يعمرها، وأوصاه بأن يتعاون مع غيره. ماذا قال الله تعالى في هذا السياق؟ قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من آدم وحواء وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا في العموم. فما بالكم بمن تجمعهم أسرة في ظلها، تربوا في حياضها، وانحدروا من صلب رجل
ومن ترائب امرأة فهم يشتركون في النسب، يشتركون في رابطة الدم، فهذا أدعى إلى أن يكونوا متحابين. ولذلك هناك من الناس من ينجح في هذا الامتحان في الدنيا. الله سبحانه وتعالى خلقنا لنتعارف وطلب منا ذلك، ولكي نكون متحابين. والرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا يقول: وكونوا عباد الله إخوانا، وهو لا يتحدث عن الأشقاء من أب وأم واحدة، يتحدث عن العموم، لكن هذا أدعى بين الإخوة بين الأشقاء. معنى الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا، الله تعالى يطلب منا ذلك، ولكن فما أسباب سنتحدث عنها جعلت أحيانا بعض الناس يفشلون في الامتحان ويرسبون ويظلون ولا حول ولا قوة إلا بالله. مصعب هذا الامتحان يا سي عمر توا سي أحمد، كان يعطينا في امتحان واختبار جمع ما بين قابيل وهابيل، وأعطانا دليل اللي موجود في تاريخ المسلمين، ومع ذلك اللي كنا نشاهد فيها توا العينة من سلمنصف، سلمنصف قبل ما عينيه تدمع قلبه يتكلم ودموع قلبه هي اللي قاعدة تنزف، لأنه يتكلم بحسرة ويتكلم بألم كبير عن علاقته بخوه. علاش؟ من أجل الرزق والورثة والتراب والأرض والمترو زايد وعشرة مترو ناقصة. معناها هذه الروابط ساعة تدخل في باب صلة الرحم هي ولا؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربما تعقيبا على اللي قاله أستاذي سي أحمد، معناها استدل بقصة قابيل وهابيل، وكيف كانت هذه القصة مثالا على سوء العلاقة الأخوية التي جمعت بين أخوين. ثم قصة أخرى معاكسة في القرآن الكريم تبين علاقة موسى عليه السلام بأخيه هارون، كيف أن موسى عليه السلام طلب من المولى سبحانه وتعالى أن يجعل أخاه هارون وزيرا له حتى يقوى أو حتى يتقوى به في دعوة فرعون إلى عقيدة التوحيد. فمع قصة قابيل وهابيل ثم قصة موسى عليه السلام مع هارون، وهذه تعطينا ربما صورة ناصعة عن العلاقة الدموية الأخوية الرائعة بين أخوين من نفس العائلة. بالتالي نقول ليكون مثالنا في علاقاتنا في أسرنا العلاقة اللي هي جمعت ما بين موسى عليه السلام وأخيه هارون. قال تعالى: واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي. نرجع هنا للعلاقة الأسرية. تفضل سي أحمد. نعم، استجابة الله تعالى لسيدنا موسى في قوله تعالى: سنشد عضدك بأخيك. نعم، فكان سيدنا هارون دعما ومؤازر لسيدنا موسى عليه السلام. نعم، كان نعم السند، وهذا هو المطلوب اليوم. اليوم يعني سي أحمد أشار منذ حين إلى أننا كأخوة في بيت واحد في أسرة واحدة ذكورا وإناثا، جميعنا نزل من رحم واحد يجمع بيننا الدم الواحد، يجمع بيننا الأب الواحد، أو ربما في أقصى الحالات يكون أخوة من أب أو من أم، ربما ثم شوية اختلاف، لكن مع هذا ثم علاقة دموية وعلاقة أسرية تربط بيننا. ثم علاقة توارث، ثم في بعض الأحيان معناها علاقة توارث، مش علاقة ورثة، لا علاقة توارث مع علاقة التوارث، ثم علاقة تنبني على المسؤولية. نعم، نتصور وإحنا لو كان نرجع الأحكام الدية في الإسلام، لو كان إنسان يقتل إنسان عن قتل خطأ، يعني قتل غير عمد، هنا من واجب قرابته أن يجمعوا له، أن يشتركوا معه في دفع الدية، معناها ما يدفع لأهل القتيل، هذا واجب على الأقارب. بالتالي هنا البنت إذا ما توفي والدها من يزوجها؟ يزوجها وليها، ومن هو وليها؟ هو شقيقها الأكبر مثلا ولا عمها. يعني هنا حبينا نبينه وأن نراه العلاقات الأسرية علاقات متينة ومتينة جدا، بحيث أن العلاقة الدموية هذه تترتب عليها علاقة إرث وعلاقة حميمية وعلاقة تعطي للأخ الكبير معنى إمكانية المصاهرة، أنه معنى يكون معنى الإرث. تحكي على الإرث المادي، ولكن ثم إرث معنوي لابد أن يتوفر قبل الإرث المادي يا سي لا عمر. قبل ما نتحدث على الإرث المعنوي نتحدث على الإرث المادي، باش نبين وأنه يعني هنا المسألة مش مسألة مشاحنات،
يعني حتى إذا كان الرزق الذي أعطاني إياه المولى سبحانه وتعالى في حياتي وربما ما تكونش عندي معناها من الذكور، هذا في التشريع الإسلامي. أيوة. ولربما ما أنا كنت أعزب وتوفيت وآل هذا الرزق وهذا المال إلى أخي. نعم. فمعنى هذه معناها من الحاجات الطبيعية التي لا يشعر الإنسان وأنه ربما يقدمها لآخر وإن كان المال مال الله. نعم. نحب نرجع هنا للعلاقات. نعم. العلاقات يجب تكون علاقات شفافة، يجب تكون علاقات متينة، يجب تكون علاقات ممتازة. إذا كان ما حققناش الأخوة الحقيقية داخل أسرنا فأين سنحققها؟ لهذا ربما تجاوبا مع سي منصف نقول راهو ما أكثر الحالات في مجتمعنا. فما برشا اليوم فما برشا للأسف، ما احنا عدينا نموذج ولكن النماذج هذه متكررة مشاهدين ومؤكد أنه الكثير منكم يقول راني نعرف حالة شبيهة بهذا وعندي جاري راهو كيف كيف وعندي صديق راهو كيف كيف. معناها الوضعيات متكررة متشابهة وتخلي الإنسان ساعات يستغرب يقول الدنيا هذه ولات عجيب وغريب أنه الخو يحقد على أخوه، الخو يتعامل بهذا الشكل مع أخوه. أنا سي أحمد وسي عمر تنرجع لكم بتفاصيل أكثر، ولكن خلينا يكون فما هذا التفاعل المستمر ما بين مشاهدينا وسعداء بتفاعلكم عن طريق التليفون 74 621 607. هو موضوع على ذمتكم، تجموا تكونوا حاضرين معنا فيما يتصل بموضوع الخلافات ما بين الأخوة للأسف. أهلا وسهلا بالمكالمة الأولى اللي معنا، أخونا محمد القرقوري. على السلامة سي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، أهلا وسهلا. تحية ليك وسي أحمد وسي عمر. شكرا. يعيشك سي محمد. والله بالحق هذا الموضوع يعني متفشي في المجتمع يعني بصفة غريبة، وحبيت معناتها وكان تعرجوا يعني على الأسباب الحقيقية يعني اللي يعني لحصول مثل هذه الأشياء في داخل الأسرة. شنو هي الأسباب حسب رأيك أنت اللي تخلي الخو يتباغض مع أخوه؟ والله حسب رأيي معناتها المتواضع أنا الرابع يعني أهم سبب هو يعني يمكن من الصغر من التربية. أيوة. يعني زرع يعني المحبة والأخوة بين الأخوة تكون يعني في الوالدين من الوالدين يعني من التربية من الصغر. يعني حتى ينشأ هذا الطفل يعني في بيئة يعني سليمة وفي بيئة يعني يزرع فيها الخوف يعني من الله ويزرع فيها الخوف يعني من التقاطع والتدابر أو الحسد أو مثل هذه الأشياء التي يعني ينجر عنها هذه المشاكل بين الأخوة. ونشوف يعني مثال النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش يعني آخى بين الأوس والخزرج وآخى بين الأنصار والمهاجرين، يعني حتى أصبحوا يعني أكثر من الأخوة الدموية يعني. نعم. الأخوة يعني في الإسلام هي أكثر وأكبر وأشمل من الأخوة الدموية. نعم. يعني ولكن يعني للأسف نشوفه يعني في الآن في المجتمع يعني أصبح يعني الظاهرة هذه متفشية للأسف وربي يهدي. يعطيك الصحة، أحسن كلمة الإنسان يقول أنه ربي يهدي، إن شاء الله ربي يهدينا إلى الطريق القويم والصراط المستقيم. مع التحية ليك سي محمد، ونواصل مع مكالماتكم اللي تتفاعل معنا في موضوع الخلافات ما بين الأخوة، الواقع وطرق العلاج إذا كان أمكن. مع مكالمة ثانية معنا نزهة بوطبة من صفاقس، مرحبا بك نزهة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. سلام الحار إلى شيوخنا الأعزاء سي أحمد بشحيم وسي محمد الملولي. سي عمر الملولي مع الشكر، يعيشك نزهة. ما يحب نعرف الموضوع هذه، أنا مريت فترة هكا صعيبة برشا برشا، صارت عندي 8 سنين هكا، صار في تفاهم من وقتي وقتها بعد عامين هكا رجعت أنا سلمت عليها. شنو السبب نتاع سوء التفاهم بينك وبين أختك يا نزهة؟ والله هكا سوء تفاهم هكا في العائلة وهكا، واحد ما وقت اللي سامحنا بعضنا ديما قد هيك الحق ديما في قلبه. يا لطيف. معناتها ديما ما حبيت ديما نقرب ليلة حتى عملت حاجة لبنتي هكا فرح وكل شيء ما جاتنيش ونتكلموا بعضنا. مانيش عارفة هكا ما نعرفش هكا ديما موجوعة ديما حاجه نقصتني هكا. معناها برغم اللي انت بادرت بانك واتصلت بها واعتذرت وطلبت السماح. نحاول ديما باش نقرب لها حتى مرض حتى دخلت بالسبيطار حتى نطفى عليك. ما جيتنيش بالكل ديما حاجه نقصتني نقول عليك معناتها عليك. توا انا نصور اذا كان اختك تشاهد فينا ولا تسمع فينا
مرحبا بها. اما الدموع هذه من عند اخت تطلب التقارب من اختها، في بالي ما اقربش من انه الانسان يوصل الى هذا الحد يا سي احمد وسي عمر. معناها نزهه تتكلم بعاطفه تتدفق احساسا ومشاعر الم تجاه علاقه مع اختها، وما عادش فماش امكانيات نتاع تواصل، ربما تقربوا بعض الاطراف ما بيناتكم. نتقابلوا في دارنا نتكلموا كل شيء. اي اي مثل على صغار. اما القلوب ديما قلبها ديما هكا باين، حتى تقول لك ملكت بنتي في الصيف ما جاتنيش، ولا ولدي نشحر معناتها تخرج ما جاتنيش، فهمت معناتها كارولي هكا. شنو هي الاسباب اللي تكون فلوسه؟ لا حاجه، لا مش فلوس، مش فلوس. شنو هي؟ لا 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 ماهيش فلوس. انت مهما عظم شأن، اي ما صارت هكا مشكله في دارنا، وواحد حتى مدينتنا من عائلتنا من تعقيدي ربي يجيهم، وهكا مشكله وقاعد ديما الحقد هكا ديما في النش. شو تقول لها اذا كان توا تشاهد فينا؟ شنو تقول لها يا نوزه اذا كان تشاهد فينا؟ ربي ربي يديها وهي قديمة الفرح ماذا بيا، حتى يجي نهار يقول لي راجلي على الاقل امشي، هي تحضر لك تو يجي نهار حتى تعمل حد حاجه لصغيره يقول لي ما تمشيش، وقد ديما محرومه مانيتها. لا بالعكس مشي عادتي، كيفاش قص على اختك عاد؟ بالعكس يلزم احنا نكونوا مثال في الاصلاح ان شاء الله. ربي يهديها وربي يهديك انت ان شاء الله معاها، ويلزمك تكون مثال في التواصل مع اختك ان شاء الله. وبالعكس احنا يلزمنا ديما نعطيو المثال. احنا والحمد لله ربي سبحانه وتعالى كان سامح لي سنوري بعد الاستحمام، اعطانا ربي سبحانه وتعالى مثال في قصه يوسف عليه السلام مع اخوته، وقد ما نكلوا به اخته، ولكنه هو معناها كما قال ربي سبحانه وتعالى لا تثريب عليكم اليوم، بحيث الانسان دائما وابدا يلزم يسامح اخته، ويلزم يكون دائما وابدا يعطي المثال في التسامح خاصه مع والديه ومع اخته. ان شاء الله ربي يعطيك القوه باش تكون مثل سيدنا يوسف عليه السلام، وكلنا جميعا ان شاء الله نكونوا مثل سيدنا يوسف في الاحسان الى اخوتهم عوض الاساءه اليهم، رغم انهم اساءوا اليه. رغم انهم اساءوا، رغم انهم اساءوا اليه. نعم. الاجر عند شكون اكثر توا؟ هو رجل الاجر معناها لا يعلمه الا الله يا سي عمر، ولكن عند شكون اكثر؟ توا اختنا نزهه تقول انا مبادر، قاعد مبادر باني نحب نصلح، قاعد مبادر نحب نسامح، قاعد مبادر باش نزيد نقرب اكثر، ولكن القلوب تقول مش صافيه، برغم اللي نتكلم انا وياها اختي، وبرغم اللي ربما فما تزاور مع بعضهم، ولكن القلوب مش صافيه. ما هو الشيطان ينزغ بيناتنا، شي المشكله هي؟ المشكله كون الشيطان ينزغ بيننا، هذاك علاش احنا يلزمنا دائما وابدا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ودائما وابدا نحاولوا باش نبعدوا الشيطان من علاقاتنا، ونقولوا يا ربي بصرنا، ويا ربي يهدينا وصفي قلوبنا. والانسان لما جاك خوك واعتذر لك وقال لك راني غلط في حقك، لابد وان يقدم القدام ويمد يده في يد خوه، ولا بد باش القلوب تقعد صافيه. نعم، بامكانكم مشاهدينا تكونوا حاضرين معنا بالتواصل عن طريق الفيسبوك الصفحه الرسميه لزدني علما، والا عن طريق البريد الالكتروني، والا ايضا عن طريق التليفون 74 621 607. يخليكم مباشره معنا في زدنا في زدني علما، و مرحبا بمكالماتكم اللي توصلنا وتخلط الى البرنامج. اذا كان ثم مكالمه اخرى من مشاهدينا مرحبا بهم، ومع اخونا حسين من سيدي بوزيد. اهلا وسهلا بك حسين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا حسين. الحمد لله، الله يعيكم ان شاء الله. مرحبا بكم بضيوفك الكرام. يعيشك. اللي نورونا والله، يعطيكم الصحه في هذه البرامج القيمه. يعيشك يا حسين. الله يعيشك. والله بالنسبه لموضوع الليله هو حساس ياسر، ولازم تكون انه يعني مشكله العصر بحد ذاتها. من هذا العصر قديش تظهر فيه ظواهر اجتماعيه مرفوضه ومشاكل اللي ساعات الانسان يقعد باهت يقول وصلنا لهذا الحد، معناها تو اختنا نزهه وفما مثال اكثر، وسي المنصف سمعناه يحكي على اخته، يحكي على اخوه، يحكي على ولد امك وابوك، توصل انت وياه الى هذا الحد. والله تعرف شنو هو المشكل الاساسي حسب رايناه؟ حسب رايك شنو؟ والله حسب رايناه هو يعني لانه ربي سبحانه وصى على صله الرحم، وصله الرحم هذه يعني مش حتى للخو للخو، حتى الخو لولد الخو، الخو لولد الخال، الخو لولد العم، الخو لولد يعني الاقرباء بصفه عامه. نعم. لانه بصراحه العباد حسب راينا هي ولت ماديه اكثر من اللازم. الماده تغات علينا تراها حسين؟ انا نرى انه الماده تغات، وفعلا حتى طبيعه المراه اللي هي تتزوج تغيرت بكل صراحه، خاصه النساء اليوم. كيفاش عادي حسين؟ توا كندخل في المراه. اي خويا راهي نقول لك حاجه، علاش سامحني؟ علاش ماهيش نزم فيهم ولا حاجه؟ لا لا لا، هذه يعني
المرأة عندها دور كبير كبير كبير، نحملها معناها جزء من المسؤولية، والرجل ما عندوش دور كبير 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 ونحمله جزء من المسؤولية، دوره أكبر منها هي، لكن هي دورها كبير وهو أكبر. أيوة فهمتني خويا قصدي. أيوة. أيوة. لأنه الراجل عنده دور كبير وهي لمحالة أقل منه في الدور، لكن دورها يعني في تقريب صلة الرحم خاصة ما بين الإخوة المتزوجين. نعم. وراه حتى كي مثلا يظلمها معناها خو زوجها في حوالي بسيطة، ما تتفتنش ما تشكيش مثلا إلى زوجها، أو يعني دائما تحب تلطف تحسبه كي خوها. نعم. يعني وهو زاد الرجل يعني يلزم يكون عنده دور أكبر من المرأة. نعم. حسب ما نشوفناه، لأنه والله صدقني ولينا نشوفه في أخوة حتى بالثلاث سنين وبالأربع سنين وبالخمس سنين. يا لطيف يا لطيف. حتى ما يعودوش بعضهم. يا لطيف. نتكلم فيك سيد أنديكابري، يعني نتكلم فيك يعني معناها والله العظيم نشوف العباد خاصة في صلة الرحم، وهي صلة الرحم لو الإنسان. أنا نحكيك على حاجة صارت لي مع يعني أخيرا، كنت مركب ساقب ونمشي لاباس نجم نمشي، يعني عندها توا أربع سنين. نعم. قبل عيد يعني عيد الأضحى، قبل عيد الأضحى يكون بحوالي أربع أيام خمس أيام. أيوة. أنا في بيت متاع جارنا وقريبي، وصار في نقاش وهو وقف يعني سحتني من البيت تماما، يعني قدام تقريبا خمسة أو ستة أشخاص. نعم. وبعد أربع أيام بالضبط جاء يوم عيد الأضحى. تصور أنت يعني كنا في السابق يعني في قبل العيد هذاك نمشوا الأب وهي نعيدوها في العيد. أيوة. يعني مرة كبيرة كين اجمع الناس كلهم شت غادي، أنا بقيت أخمم عنده أربع أيام واللي من اللي صحتني وأنا ماشي للعزوز هذيك باش نوصل صلة الرحم، الشيطان يشيني منا والنفس الباهية تشيني منا، آخر شيء عفشت حسيت مع الشيطان ونعلته وغلبت وقلت له أنا باش نمشي للعزوزة هذيك باش نعيد عليها مانيش باش نيله هو، ومشيت بالصدفة نلقى الناس اللي صحتني بحذاهم كلهم موجودين زم، خرج هو بقى أنا مصدوم كيفاش أنا جيت لداره هيك فكر في النهار العيد. نعم. سلمت على عيدت على العزوزة أمه، خرج هو تركت عن نقني وتعيدنا وما عيدنا كان ما بعضنا العشية، لأنه حتى النفس والشيطان. نعم. الحمد لله النفس والشيطان رغم ممكن على حبة يعملوا قبة نفس الشيطان عندهم دور كبير جائز. نعم نعم. يعطيك الصحة يا حسين بارك الله فيك، شكرا على اتصالك ومرحبا بتدخلك معنا في زدني علما. سي أحمد عايزك. اسمعنا سي محمد، اسمعنا نزهة وسمعنا حسين، وفما أمثلة متعددة. نعم. البعض حب البعض معناها شخص بعض الأسباب، ونزهة تحدثت عن واقع. وخونا محمد وخونا حسين أيضا تحدث عن تجربة من الواقع. نعم. معناها المسؤولية راهي مسؤولية مشتركة، راجل امرأة أنت أنا، ما نصورش أنه واحد برك هو اللي يهز المسؤولية، هي مسؤولية مشتركة. نعم. عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنا من شاطرش ياسر حسين حسين في أن مسؤولية الرجل أكبر من المرأة أو مسؤولية المرأة أكبر من مسؤولية الرجل، يعني أنا أقول أن المسؤولية مشتركة، قد تكون بالتساوي أحيانا، وقد يتحمل أحدهما القسط الأكبر في ظرف من الظروف. مثلا مسؤولية المرأة في إصلاح العلاقة بين زوجها وأخيه أو بين زوجها وأخته عندها دور كبير، ويكون عندها أجر كبير ياسر. والمرأة الصالحة هي اللي تسعى باش تصلح بين زوجها وإخوته إذا نزغ الشيطان بينهما، العبارة القرآنية اللي استعملها سيدنا يوسف، نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. كيف الرجل في الحالة المعاكسة. نعم. لكن مع الأسف أحيانا نلقاه العكس، نلقاه قد يكون السبب توتر العلاقة بين الأخ وأخيها وبين الأخ وأخته الزوجة، وهوني تتحمل مسؤولية عظيمة أمام الله وتتحمل إثما كبيرا، لأنه إفساد ذات البين إش قال فيه سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. يا لطيف. بينما إصلاح ذات البين اللي هو العكس هذا أفضل درجة من الصلاة والصيام والصدقة، كما بين ذلك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. نعم. ولذلك ديما احنا نقوله في الحياة الزوجية كل واحد من الزوجين
أو في الحياة الأسرية، الأخ الذي يحاول أن يصلح بين أخويه، والأخت التي تحاول أن تصلح بين أختيها. صحيح. ما نعرفش أنا أختنا نزهة لو دخلت في بعض الأطراف أخت ثالثة. نعم. أو إذا ما عندهمش أخت ثالثة تكون حتى من القريبات أو من الأقارب، ابنة العم أو ابنة الخالة أو الخالة ذاتها أو العمة، وتحاول أن تربأ الصدع وأن تقرب الشقة بين الأخوة. للأسف. لأنه هذا معناها أمر مهم جدا. نعم. نعم. أن يتحمل الإنسان مسؤوليته، إما في توطيد العلاقة وتحسينها وتقويتها بين الأخوة، وإلا في الاتجاه الآخر والعياذ بالله في إفساد العلاقة اللي هو من أكبر الكبائر عند الله تعالى. معنا وصلنا أنه شخص ثالث يدخل ما بين زوز أخوة، يا ربي بين زوز أخوة باش يصلح ما بيناتهم، والفايدة شنو هو سي أحمد؟ الفايدة أنه كلمتي ونكلمك وعسلامة ويسلمك، الفايدة في القلب الصافي اللي نبحث عنه، أنه الخو قالت نزهة نتكلم أنا وياها، ولكن نحس قالت قلبها بعيد عليا والقلب مو صافي. يا أستاذ نوري، العلة عافاك الله وعافى المشاهدين وأخي عمر والجماعة الكل، العلة قد تحتاج إلى جراحة أحيانا. يعني في بعض الأحيان العلة لا تبرأ إلا بالجراحة، وقد معناها تتطلب معناها تدخلا جراحيا، ولذلك الطرف اللي ممكن يصلح. أيوة. قد نحتاجه أحيانا. نعم. لكن هو الأصل، وفي الأصل من حيث المبدأ مش معقول إخوة يلزم بيناتهم واسطة. لكن عندما تفشل المحاولات من طرف والآخر نزهة تقول لك أنا نحاول نقترب من أختي ونحاول نصلح علاقتي بها، ولكن ألاحظ منها صدودا ومعناها نفورا، هونيش نعملوا؟ نقولوا يرحمكم الله يا أبناء الأسرة يا بنات الأسرة، شوفوا هالحالة هذه هالوضعية هذه. نعم. وحاولوا باش تساعدوا هالأختين باش يرجعوا لبعضهم ويرجعوا معناها في علاقة طيبة كما ينبغي أن تكون. وهو يريد النداء نوجهوها مباشرة لأخت نزهة اللي سمعتنا والخو زاد المنصف اللي سمعنا، لأنه مهما كانت الأسباب، مهما كانت أسباب العلة اللي حكيت عليها سي أحمد، شنو مش تكون قدام علاقتك بخوك وبختك؟ شنو مش تكون؟ مش نواصل مع مكالمة أخرى معكم، لأنه عدد مكالمات وافر معنا اليوم وناخذ قدر الإمكان أكثر ما يمكن منها. مرحبا بخونا نور الدين من جابس. عسلامة سنور الدين. أهلا وسهلا، مرحبا بك سنوري. أهلا وسهلا بك، يعيشك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. نشكركم على البرنامج العزيز هذا، ورب يوفقكم جميعا. يعيشك. وموضوع سيرة الرحم راهو الأسرة التونسية بعام وفهمت رأي تشكك من بعيد، ياسر تشكك في الأسرة، ونورمال ما الوالدين هم الأساس وقت يربوا ضراريهم على تربية إسلامية، وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم وش قال ربي في الأسرة ورسيلة الرحم المنشقة من اسم الرحمن، فهمت؟ نوروه من صغر وقت يقربوا الخوه والأخت الخوها، فهمتني؟ لا ويقبوا هكاك على محبوا على ها، حتى كيف يقبروا يلقوا روحهم يحبوا بعضهم. أما إحنا فهمتني؟ لا، أنا أعطيك مثال في جابس، قبل أمي كيف تمشي للعائلة ولا تمشي خلتها تمشي تهزنا معها، يعني نعرف ولد خالتي ونعرف ولد أختي ونعرف كذا وكذا، فهمتني؟ أما تويك كيف تعمل وليمة ولا تعمل حفلة ولا تحالة تقول الصغار ما تجيبوهمش، يعني تفكت في الأسرة بجميعها وبعدنا على الدين وبعدنا على الإيمان، هو اللي خلانا فهمني ولا نتصرف وكما كيف يكبر يلقى روحه ناتم يقولش خويا ولا يعرف شورث من بوباه، وانا اللي اخذ اكثر وانا اللي اخذ كذا وكذا، وما نغلبوش الإيمان والمحبة نغلبه كان المادة. انا فهمت هذيك هي اللي خلتنا بعاد، وربي يوفقنا ان شاء الله فهمتني جميعا ان شاء الله. اشكركم على البرنامج هذا وشي يعمل كيف يعيشك سي محمد وسي عمر، وربي يوفقكم. يعيشك، بارك الله فيك سي نور الدين، مع تحية. تفضل. الله يبارك فيك، بربي كلمة بركة القناة القلم راهك وتويك القناة، وحنا جاتنا عاصمة الجنوب راهي للجنوب وكامل الجمهورية، ماذا بينا نبعد شوية نحس بها كأنه بها كان الفخر،
لا لا للكل للجميع. نسكليك وخيان ونسكليك. واضح الله يبارك فيك. ربي يفضلك. مرحبا بك سي نور الدين، والدليل على ذلك أن الخط مفتوح ليك ولكل مشاهدينا داخل تونس وخارجها. أهلا وسهلا بكم، وإحنا قراب منكم وأنتم أيضا منا، فمرحبا باتصالكم وسعداء أن نكون ما بيناتكم كما نحاول قدر الإمكان أنه نتدخل في وضعيات ونكون حاضرين على عين المكان في مختلف ولايات الجمهورية. إن شاء الله في يوم من الأيام على السلام يكون زدني علما موجود على عين المكان في جابس إن شاء الله وفي ولايات أخرى بإذن الله. سي عمر، سي نور الدين تحدث عن دور الأسرة في تقريب الروابط المتينة ما بين الأخوة وما بين أفراد الأسرة جميعا، وهذا مهم. العائلة اليوم صحيح احنا نتحدث عن الأسرة، ولكن دور العائلة أيضا ضروري في أنه يأكد هذه الروابط. احنا نستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه لا يدخل الجنة قاطع رحم، والعياذ بالله قاطع الرحم كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة. إذا كان انطلقنا من منطلق هذايا نقول علينا بإصلاح ذات البين وعلينا بإصلاح العلاقات خاصة فيما يتعلق بصلة الرحم. نحب ربما نخاطب الآباء والأمهات، راك الأب والأم بقدر ما يكونوا عادلين مع أبنائهم مش يغرسوا في أبنائهم جو لطيف، جو أسري ممتاز، ملء الأخوة والتعاون والمحبة. نعم. هذه أولا مسؤولية الآباء والأمهات في العدل بين أبنائهم وفي خلق هيك التعاطف. لما البوي يقول له عايش ولدي أخوك، نعم، انتبه لأخوك، انتبه لأختك، أعطي لأختك، أعطي لأخوك، أقسم مع أخوك، سواء كان في الصغر ولا حتى في الكبر. ناخذ مثال الغني اليوم في البيت، علاش ما يعطيش جزء من زكاة أمواله الأخيه إذا كان أخوه في مرتبة الفقراء والمساكين؟ هذا واجب، معناها الأقربون أولى بالمعروف. إذا كان هو غني ومش يخرج الزكاة وعنده من أخته شكون هو محتاج يعطيه، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية نحب نسأل نفسي، أيوة، لأنني حتى أنا مش منزه عن الخطأ، أما نحب نقول قديش زمان خصوا احنا من هديه لاخوتنا، قاعدين نهديه لبعضنا ولا شنو؟ قاعدين نفكوا لبعضنا شنو؟ لا الهديه، خلينا نحكي على الهديه. نحكيوا على الهديه المثال الجيد، يا سلمون يحكي على هو وخوه يفكوا لبعضهم. خلينا نقدموا رسائل، احنا ربما نحب نقدموا رسائل لانفسنا ولغيرنا، نقولوا قدمناش هدايا لاخوتنا. وربما الكلمه الطيبه، قديش من نهار الواحد يمشي يطلع على اخوه او يهز التليفون ويقول له يا اخويا ولا يا اختي ايش حالك؟ لما انسان يمرض خوه اصلا يزوروش في الدار، يعودوش وهو مريض، لما يكون عنده فرح يمشي من جمله المدعوين، معناه يمشي باش يحضر كانه انسان معناه اجنبي على الناس هذوما، ولا من البدايه يشاركوا في التدبير وفي التخطيط وفي الاعداد الى غير هذا. لما الانسان عنده خوه عنده مناسبه وتحتاج تدخل مالي، قالوش يا فلان تستحقش مبلغ مالي معين، راهو نجم نفيدك بكذا كذا من المال. كذلك لما يرى كأنك تحكي على عالم مثالي يا سي عمر، كأنك تحكي على عالم اللي ماهوش موجود في الواقع اليوم، معناه عالم مغاير لنا. العالم هذا موجود، موجود العالم هذا هو عالم تونسي عربي اسلامي، والوالد بارك الله فيه يحكي لي على علاقته باخته وعلاقة الناس هذوما، معناها من قبل وقت اللي كانت الناس نقولوا احنا عندهم النغر على بعضهم يمشي ينغر على اخوه. وقت كانت هكا شو تحكي على وقت كانت تو لما ترجع ايش معناها؟ من دام ثم دم يجمع بيناتهم وثم بو اللي وجه وثم دين، هاو النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ معناها في صلة الرحم، هاو الدين نتاعنا ايش قال في العلاقات هذه؟ بالتالي انا كيفاش نكون متواصل مع اخويا؟ سبحان الله شبينا اليوم ولات علاقتي بصاحبي او علاقتي بصديقي او علاقتي بشريكي اقوى من علاقتي بخويا. باهي اليوم اخوه يسد على اخوه ولا لا؟ اليوم يلزمو يسد على اخوه، اخوه يسد على اخوه ان شاء الله. حوجه اخرى ربما العلاقه، سي عمر متفائل جدا، المشاهدين ما ياكدوا لهذا، علاقته بانسابه اقوى من علاقته بخوه. احنا ما احناش ضد العلاقه بالانساب ولا بالصحاب ولا بالزملاء، لا احنا مع تطعيم كل العلاقات، ولكن نحب نقولوا راهي العلاقات الاسريه في حاجه الى تطعيم، في حاجه الى تدعيم، في حاجه الى دعم، في حاجه الى مراجعه من خلال العزاء ومن خلال الوفاء ومن خلال الهدية ومن خلال الفرح. باهي هذا الكل، وما خنزيد أنا نسأل الناس وخراء إجاباتهم، يا هل ترى توافقني ولا توافقك وإلا تمشي توافق سي أحمد. باهي سي أحمد خنشوف الناس معهم هما، يا هل ترى بالحق الخو يسد على خوه وإلا لا؟ خنشوفكم شو تقول. شنو رايك في المثل اللي يقول لو كان جاي يسد الخو على خوه ما يبكي حد على مبوه؟ مثل لا صحيح، صحيح، خاطر وعادة كي يمشي البو والام
يتوفى والخلافات تكثر، تقع هي على الورثة ولا يبعدوا على بعضهم، كل واحد تقع حياته ويتلابى حياته الاجتماعية وأسرته وكل يبعدوا على بعضهم. ما قالوا المثل كان هو صحيح 100%. كلام صحيح وواضح، كلام هذا نتاع ناس الكبار القدم، خاطر توا الأخوة نتاع مصالح، مش خوك من بوك وامك. برشا معناها أخوة تقام ما يتكلموش على جل حل عليه شباك ولا حل بناء معناها 4 متر وما خلاهمش، معناها أمور ساعات صدقني تقول هذا معناها هو راهو رضى على الحليب معناها هو وياه كيف كيف. هي صحيح، خاطر في وقتنا هذا كل واحد يلوج كان على روحه. برشا أخوة يتعاركوا من بعضهم على أبسط شيء، فهمت؟ وكثرة المال وكثرة الدنيا وكثرة الفلوس هي اللي عملت بعض برشا بين الأخوة. التربية تكون صحيحة من الوالدين، برنسيب تكون معناتها الأخوة يكونوا باهيين مع بعضهم وتكون تربية صالحة، الأخوات يكونوا باهيين مع بعضهم. يكونوا الأخوات متضامنين وكذا، واحد معناتها حتى وقت يتوفوا لهم والديهم باللي يحسوا الشيء معناتها ينساوا، معناتها يلقى سند آخر مشى والدي قعدوا الأخوات. مش صحيح 100% معناها، خاطر فما معناها فما ناس يتامى ولكن الأخوة تلقاها متفاهمين. حل الخلافات بين الأخوة يكونش بلجوء المحاكم وقطع صلة الرحم بيناتهم. لا حرام، أكبر حرام وصلة الرحم وتقطع. نشوف أنا صلة الرحم وربك في حديث معناتها قال معناتها من قطع رحمه قطعه الله. أنا ضد هكا، ما يلزمش المحاكم كما قلت لك، معناها خوه متربي هو معناها مولود فرد أمه وفرد أبوه، ما يلزمش المحكمة بصراحة ما عادش خوه، ما عادش نسميه أخوة، معناها صفة الأخوة تتنحى. ما نفضلش أنهم يلتجؤوا للمحاكم. صفة ودية وديما تكون خير، ديما يتذكروا البو والأم. مستحيل، إذا أخوه وصلت المحاكم سي لا فان دي مون سي. ماذا بينا يكون بالناس الكبار هما اللي يتدخلوا. هما أخوة معناتها لازم يكون التواصل ما بيناتهم، لازم بالعكس أنا أخوي يجي يشكي لي وأنا نشكي له ونحلوا معناتها المشاكل مع بعضنا زوج. لازم ديما البو نتاع العائلة هو اللي يلمد الأخوات ومن غير ما يوصل المحاكم وكل شيء. قطع صلة الرحم حرام. وإذا كان ما لقيناش حل يمكن يكون القضاء هو الحل. حتى الأخوات كان يصير بيناتهم مشاكل معناتها تتصفى أمور عائلية. إذا كان وصل الخو يشكي بخو في المحكمة وفات انتهى الأمر. أنا ما بقاش تفهم، لأن بكري إذا كان ثم خلاف كبير الكبير في العائلة يفضل المشكل. تصور إذا كان زوز أخوة وصلوا يوصلوا المحاكم معناها وعلى الدنيا السلامة. حاجتي يا مشوا المحاكم. يا الأكثرية 90% صلة رحم، وتوا الوقت هذا المحاكم طول. حتى على بيت شوف معناها شوفوا هو الحل الوحيدة. لا كل واحد وكيفاش تفكيره وكل واحد وطبعه وكل عائلة وكيفاش وكل ناس كيفاش، ما تحكمش الناس كل مين الماجوريتي الوقت الحاضر، عصر مادة عصر فلوس ولا ماش كيما قبل. قبل كانت الرحمة وكانت ناس باهية وكانت ناس حنا بعضنا وناس ثقة وناس تسلف بعضها من غير فلوس وناس كذا. توا خويا ماش رحمة تو خو يشكي بامه يشكي بوه، اصل اذا الزم يشكي بوه برا شو المحاكم دخل. واحد شكي بامه شكي بوه شكي باخته الخو نورمال تو حاجة عادية كل خو، اما اللي شكي بوه على سخ دار الدنيا. مشاهدينا طبعا اللي كنا نسمعوه معاكم انتوما واللي كنا نشاهدوا فيه يأكد انه الاراء تختلف وتتباين، ولكن الكلكم تتفقوا على اساس انه وضعية العلاقات ما بين الاخوة وضعية نحبها تكون افضل من اللي هي عليه. وفما حتى المثال مستهجن البعض يراه يا سي احمد، البعض الاخر يقول لك راه مثال واقعي، الخو اذا كان يسد على اخوه ما يبكي حد على ام ابوه. تراه مستهجن ولا تراه واقعي انت يا سي احمد؟ هو المثال هذا قاله الناس معناها الأجداد الناس أيوة. الكبار، هو مثل شعبي، والأمثلة الشعبية هي تستوحى من واقع الناس. نعم. ونلقاو في المقابل أمثلة شعبية أخرى في الطرف الآخر، كيما بكري أنا تحدثت على علاقة قابيل بهابيل. نعم. وسي عمر بارك الله فيه حدثنا على علاقة سيدنا موسى بأخيه هارون. أيوة. كيف كيف زاد في الواقع متاع الناس نلقاو هذا وذاك، حتى في الأمثلة الشعبية راهو نلقاو هذا وذاك. فما مثال شعبي يقول لك قطرة دم خير من ألف صاحب.
يعني خطر الدم نتاع اخوه وعلاقات يعني دمويه، يعني العلاقه الدمويه صحيح. واقرب علاقه دمويه تقريبا هي علاقه بعد الوالدين، بعد الاباء والابناء. نعم. هي الاخوه، والاخوه هذوما لانهم انحدروا من اب وام معناها يشتركوا فيهم، وهما إذن معناها تكونوا من نفس الشخصين وشربوا من ألبان امرأة واحدة، وهذا معناها يخلي العلاقة كبيرة ياسر بيناتهم. صحيح الواقع متاعنا اليوم نلاحظ أن كثرت فيه المشاكل بين الإخوة، هك علاش أغلب المشاهدين مشاو إلى الموافقة على ذلكم المثال، ولكن المفروض ألا يكون الأمر كذلك. ربما السؤال اللي يتطرح هوني، علاش كثرت هالمشاكل بين الإخوة؟ علاش الجيل بتاع والد سي عمر ووالدك أنت يا سي نوري ووالدي أنا الله يرحمه كانوا معناها ربما العلاقات بين الإخوة أحسن وأقرب، وعلاش توا العلاقات بين الإخوة ساءت؟ فما أسباب عديدة، فما أسباب عديدة، المادة، ربما الأسرة اللي الروابط الأسرية عموما أيوة. تقلصت وضعفت، ما عادش اللحمة في العائلة باش يكونوا الأخوة متعاطفين وباش يكونوا متحابين. يلزم منذ الصغر الوالدين زرعوا فيهم هالمحبة هذه، يلزم كذلك الأبناء يشوفوا عند والديهم علاقة والديهم بأخوتهم باش هما يكونوا هكا الوالدين قدوة للأبناء. معناها هذه لو كان معناها ننظروا لها بتفحص القضية من الزاوية هذه تو نلقاو الحلول به. لكن العائلات في زماننا هذا تحس أن العائلة المرأة تخدم، الرجل يخدم، الصغيرات في الروضة من الصباح حتى العشية ما يراش خوه واخته الا ربما ويقعد معاه وياكل معاه كان نهار لحد، فهذا من شأنه انه يضعف اكل الرابطة اللي كانت موجودة في الزمن الذي ما كانتش فيها المشاكل الموجودة في المجتمع اليوم. انت تحدثت عن الرابطة اللي لابد ان تتوفر، واحنا لابد ايضا انه نحيي الروابط اللي تكون متينة وننبذ كل روابط تكون مبنية على تباعد وتباغض وتحاسد. وكنا شاهدنا في بداية حلقتنا معكم من زدني علما لليوم مشاهدينا عينة، العينة هذية من سلمنصف تحدث بألم وبحسرة، والألم هذية شعرنا به، وربما هو قرأ الوضعية في علاقته بخوه على أساس هذا الألم اللي ربما الواقع هو اللي خلاه يكون كذلك. خونا سلمنصف تكلم بصدق العاطفة، كما أيضا حق الرد نجم يكون موجود في زدني علما. خونا سيبو البابا الشاهد خوه ويتكلم عن وضعيته ويتكلم عن حسرته، وقال أنا عندي أيضا من نجم نضيف ونجم نقول من زاوية أخرى. خلنا سمعوه أبو البابا، هو معانا مباشرة الآن. خو سلمنصف أهلا وسهلا بك سيبو البابا. أهلا وسهلا بشحوالك سيدي. مرحبا بك سيبو البابا. عايشنا احنا فسحنا لك المجال باش يكون عندك حق الرد. والباهي اللي عجبني فيه انه انت بدرت باش تتكلم، معناها عندك بوادر خير مزروعه فيك، والبوادر هذية تحب تخرجها من قلبك وتكون موجوده على الملا. اسمعني سيدي. تفضل. اسمعني. هي كل مشكلة تقدر. صغير يقدر الكبير ولا؟ صحيح. كلام صحيح. صحيح، الكبير يقدر الصغير، اما الصغير زاد مفروض عليه واجب احترام. اسمعني يعطيك الصحة. كيما زاد الكبير زاد يقدر الصغير. مش يوصل الصغير يسمع الكلام الخو اللي اكبر منه. وهي راهي دائما الحد راهي. لا المتر ولا زوج متر. يعطيك الصحة، صحيح. فهمتي؟ لا دائما اللي انا انا الصغير اللي هو انا الصغير. ايه سبب المشكلة شنية يا ابو البابا؟ بالله نحب نسمعوها منك انت. تو اخوك سلمنصف تكلم وقال انه المشكلة تبدو هي مشكلة معناها رزق هكا ولا؟ رزق. الرزق يخلي الخو. كامل على مترو، على مترو. على مترو. ايه. مترو تراب. مترو في التراب. يمشي يشكي بخوف في المحكمة ويجرجع خوف في المحكمة على مترو تراب. هو حسب ما قال، قال أنا حبيت تكون فما بوادر صلح مقبل ما نوصلوا للمحاكم، ولكن يبدو أنه العلاقات ما وصلتش إلى حل ما بيناتكم. لا ما وصلش، هو ما حبش الصلح هذا، أو حتى خواته اللي معاه، خواته
تسألوا هذا حكينا معه بالسياسة، حكينا معه كلمناه، راه ما يصيرش، راه ما يقول لك شيء. نسيبوا لبابا. فهمت. اه نعم. السلام عليكم. سلام. كان ما ترش معنا، حبيت انا وسي احمد اذا ما ترش معنا نراوك بعد الحصه، نراوك نهار اخر، نحبوا نقعدوا معاكم في جلسه لطيفه، نحبوا نوصلوا معاكم الحل ونخرجوا بحل هو الطرف هو تسمعوني احنا ان شاء الله بحول الله. على كل حال اذا كان العائله مستعده، اذا كان العائله مستعده نحبوا نقعدوا معاكم، انتم عائله ممتازه وناس عندكم الحمد لله من اللطف والظرافه والدين، وكما ترش معنا على كل حال احنا اخوتكم حبينا نتساعدوا في الحياه، وربي ان شاء الله ياخذ بيدينا جميعا. يعطيك الصحة. يا ابو البابا، الله فيك. ابو البابا تسمع فينا انت توا ويعطيك الصحة، حبيت تكون فما تدخل منك وبادرة طيبة. انا ماذا بيا نسمع هالخلافات هذيا ومترو وزوز مترو، وسمعني كلام وسمعت الكلام، ماذا بيا خليها في